مساء الخير على كل مشاهدينا اللي دايما بيتابعوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي. النهاردة مش هنتكلم عن مشاكل، النهاردة هنتكلم عن الحنية والطبطبة. النهاردة هنتكلم عن الداعم الرئيسي لحياتنا في كل حاجة. النهاردة هنتكلم عن السند، السند، الدعم المعنوي، الحب والنور اللي بينور حياتنا. أنا ملاحظة كده بقالنا فترة ابتدينا السند ده يروح في حتة تانية خالص، ما بنتكلمش عن السند، بنتكلم عن الحب. كل الناس مشاكلها طول الوقت، ستات أو رجالة، أنا بحبه أكتر هو ما بيحبنيش، أنا بهتم بيه هو ما بيهتمش، أنا حبي بشكل مختلف، أنا بحبه حب عمره ما هيشوفه في حياته. كل كلامنا عن الحب الحب الحب، لكن بننسى في وسط الكلام إن احنا نتكلم عن السند. على فكرة السند ده اللي بيخليني أكمل حياتي وأنا حاسة بالأمان. السند ده اللي بيخليني أكسر الدنيا وأنجح وأشتغل ويبقى بدل الطاقة مليون طاقة، ببقى فيه مطور دينامو جوايا طول ما أنا حاسة أن أنا ظهري مسنود، لأن هو ده السند. على فكرة السند ممكن يبقى أب، ممكن يبقى أخ، ممكن يبقى زوج، ممكن تبقى زوجة. أنتوا عارفين أن دايماً دايماً الزوجة لا، الراجل الناصح أو الراجل الذكي هو اللي بيختار شريكة حياته. في بداية الاختيار ده أهم اختيار فيهم إن هو إن الست دي تبقى سند لي. الست القوية سند قوي جداً لجوزها. هتقولوا لي إزاي؟ الراجل هينجح إزاي من غير ست تكون واقفة في ظهره؟ سند حقيقي. على فكرة هي مش الست بس اللي بتبقى محتاجة سند، لا، الراجل كمان. الراجل كمان لو معاه ست قوية ذكية ناصحة بياخد رأيها في شغله، بياخد رأيها وتشاركه دايماً في الأفكار، في المشاريع، في المستقبل. ايه رأيك هنعمل كذا كذا؟ تعالى نحوش مع بعض. الست زي ما قلنا هي وزيرة اقتصاد من الدرجة الأولى. والست اللي بتحب جوزها بجد بتبقى دايماً دايماً في ظهره، دايماً سبورت، دايماً بتزقه لقدام. هي اللي بتحوش أكتر، هي اللي بتفكر في المستقبل، هي اللي بتحتوي البيت كله، بتسخر له حياة هادية، بتسخر له حياة مريحة. ممكن تبقى شايلة على دماغها كل مشاكل البيت وكل مشاكل الحياة، لكن أول ما بيرجع جوزها بتوفر له بيت هادي، بتربي ولاده وتربية كويسة، لأن هي في الآخر هي بتساعده. هو الراجل لما يبقى باله رايق ويعرف يشتغل ويعرف ينجح، يتقال عليه وراء كل رجل عظيم امرأة، والله ما كدبه. تعالوا دوروا كده على كل الناجحين، تعالوا دوروا كده على كل الرجالة اللي ليهم علامة في حياتهم المهنية، هتلاقيه دايماً أول كلمة يقولها أنا كان ورايا ست جدعة، أنا كان السند مراتي، الست الجدعة القوية الذكية اللي كانت بتدعمني نفسياً وأحياناً كمان ممكن الست تساعد جوزها مادياً لحد ما يقف على رجله. الست المصرية ست كده كوكتيل، بتساعد في كل حاجة مهنياً ونفسياً ومادياً ومعنوياً. تبقى راجع تعبان ومهلوك من الحياة وعندك اكتئاب ومش طايق نفسك، مجرد ما تدخل بس البيت تلاقي ست بتحتويك، بتطبطب عليك، بتقولك ولا يهمك، أنا واقفة معاك، أنا في ظهرك، قوم وكمل واشتغل وهتنجح. انتوا عارفين لما حد يبقى عنده يقين بيك، الست الذكية اللي بتحب جوزها بتبقى دايما تقوله أنا عارفة أن أنت هتنجح، أنا عارفة أن أنت هتكسر الدنيا، أنا مؤمنة بيك. الإيمان ده بيخلي الراجل ينور ويضحك وينجح ويكسر الدنيا حقيقي. فالست بتبقى سند لجوزها وسند كبير جدا في حياته. عشان كده ممكن تلاقوا رجالة بعد الانفصال اتطفى وما بقاش هو، وما بقاش ناجح نفس النجاح اللي ما كان عايش معاها وكانت مراته. ليه؟ لأن هي بيبقى ليها دور كبير جدا في حياته، مش بس اللي هي مراتي فبتنظف البيت فبتربي العيال، لا، في ستات كده من نوع خاص، في ستات كده بتبقى توليفة مش موجودة في كل البيوت. الست دي اللي تخلي البيت تربية صح لأولادك، انت ناجح، شكلك حلو. على فكرة الست كمان هي بتخلي الراجل دايما اللي هي الست الناجحة اللي بتبقى سند ليك تلبسك حلو، تختار لك لبسك، تقول لك ايه رايك نعمل كذا، طب ايه رايك نروح كذا، طب ايه رايك هنشتري كذا، دايما بتنور لك افكارك حتى قبل ما بتنور بيتك. فالست السند الصح هي اللي بتخلي حياتك احلى وانجح واذكى. تلاقي دايما كده في طاقه ايجابيه في حياتك، انت مش عارف الطاقه دي جايه منين، من الست دي. ونفس الوقت انا كست
لما بختار شريك حياتي لازم يا جماعة بعيد عن الحب بقى الأفلاطوني والشحتفة لازم أختار شريك حياة يبقى سند. لازم تختاريه سند يقف في ظهرك في كل حاجة. تبقي تعبانة هو اللي يشيل، تبقي متضايقة هو يسندك نفسيا، ولا يهمك أنا في ظهرك. لما تقعي في أي مشكلة مين هيسندك غير جوزك شريك حياتك اللي هو السند الحقيقي، بيشاركك في حياتك في كل تفصيلة الصغيرة قبل الكبيرة. على فكرة السند ده الراجل اللي بيهتم بكل تفاصيلك الصغيرة والكبيرة. مش لازم تقع في مشكلة كبيرة قوي فيبتدي يتدخل، لا، الراجل اللي يعرف ان انا متضايقة من نبرة صوتي اول ما اقوله قالوا يقولي مالك فيكي ايه، هو ده السند. السند ان انا نفسي اقف على رجلي واشتغل فيقويني ويدعمني، يلا قومي اقفي واشتغلي وانا في ظهرك. السند اللي ما فيش حد من اهلي يقدر يضايقني، ما فيش حد في الشارع يقدر يقولي كلمه، ما فيش حد في الحياه ممكن ينكد عليا او يعاكنني وانا معايا سندي الرئيسي، ظهري وسندي وجوزي. فالسند يا جماعه في حياه الست مهم جدا وفي حياه الراجل مهم جدا. فخلونا النهارده يعني بدل ما كل كلامنا عن الحب الأفلاطوني نتكلم عن السند، لأن هو ده الحب الحقيقي.